السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم حباباتي وحبابي، الناس كاع اللي عزيزه عليهم وعزاز عليا. نتمنى تكونوا مزيانين وتكونوا ان شاء الله احوالكم جيده يا ربي. اليوم بغيت ندير واحد لي بات كيجيو باردين، واحد سلطه يعني صراحه كتجي فيها بزاف تاع الحويجات. ودائما كنقول لكم يعني حاولوا يعني تستعملوا غير هذاك الشيء اللي كيكون عندكم واجد، ما عندنا علاش نتكلفوا ولا صراحه. يعني ملي دخل الصيف كنبغيو هكذا حويجات اللي كيكونوا خفاف للعشاء باردين يبردوا لنا على القلب. مهم انا سلقت لي بات ديالي اللي غسلتهم بالماء بارد، دائما كنغسلهم بالماء بارد باش ما كيتعجنوش وباش حتى لي بات ديالنا يعني يكونوا واقفين. المهم انا غادي ندير هاد سميتو الطنجره اللي ديجا كنت سلقت فيها لي بات، درت شويه نتاع الزيت بطبيعه الحال راكم كاع عارفين، ولكن غي نقول بالنسبه للبنيات الصغار اللي هم يتعلموا ولا المبتدئات كيما نقولوا. انا مهم غادي ندير هاد لي بات كاملين اللي درت نص كيلو نتاع لي بات، نقدروا نديروا اي نوع واي ماركه كيما شفتوا معايا. مهم العناصر، بالنسبه للعناصر عندي انا عندي الكروفيت اللي قطعته قطع شويه صغار، وعندي السوريمي او الكوغايا، عندي بواطون تاع الطون ناتور اللي بغى يدير تاع الزيت يدير ماشي مشكل، وعندي الكورنيشون. المهم انا غادي نزيد كاع هاد الحويجات على لي بات ديالي، صراحه كتجي بارده نخليوها تبرد مزيان مع راه الصهدو هادي. وحتى بالناس اللي كيبغيو وحده ما قطعتهاش، واحد جوج كورنيشويات ما قطعتهمش، وحده كروفيطه حتى هي. مهم بالنسبه للناس اللي كيخرجوا يديروا البيكنيك، حيت دابا الناس راه تخرج على سلامتهم وعلى سلامتنا، علاش لا ما يديروش هاد لاصالاد هادي الا ما كانش عندنا متوفر يعني هاد سميتو الكريفات والسوريمي، ولا نقدروا نديروا قطع الدجاج اللي نقليوهم من بعد حتى يبردوا حتى هما. شي كريفات تمشاو لي هكداك مجبرين. المهم غادي نحاول نقطعهم بالسكين مع هاد لي كورنيشون هادو. صراحه اللي سلطه كتوجد يعني في الساع، وانا كتعجبني من عشاق هاد السلطات هادو، وتقدروا تستعملوا كما قلت لكم فيها اي حاجه. بالنسبه للطون عادي ديروا طون، ما يكونش طون تاع مطيشه وصاي، يعني يكون سوا طون عادي بالماء ناتور ولا نتاع الزيت، حتى هو كيجي بنين هذيك الزيت شويه تقلب لنا. باش تعجبك هاد السليطه هادي كما قلت لكم في الساع كتوجد وفيها مذاق رائع. غادي نحاول نخلط كاع هاد العناصر هادو، غادي نزيد شويه نتاع الذره ما غاديش ندير كاع هادي كامله، المايس يعني هادي تاع المعلبه، نحاول هذاك تكون هذاك. المهم غادي نخلط بطبيعه الحال، غادي نزيد انا بعض القطع نتاع الفرماج بطبيعة الحال سمحوا لي اي نوع. المهم انا ميكس هذا جبن المثلث وصاي، اللي ما عندوش فرماج يدير غير المايونيز، وغادي نزيد حتى المايونيز. والا عندكم شامبينيون ديروا، تقدروا ديروا الشامبينيون، انا ما عنديش متوفر، كيجي زوينه بالشامبينيون. المهم غادي ندير غير ثلاثه صاي ما غاديش نزيد، كل واحد يدير على حساب الشيء اللي بغى. نجيب شي معلقه باش غادي ندير المايونيز، انا المايونيز صراحه ما كتعجبنيش هذيك المايونيز البيضاء، كتعجبني هذه الصفراء اللي مخلطه بلا موطا. وغادي نزيد سميتو الملح بطبيعه الحال، حيت غسلت لي بات غادي خصهم الملح. المهم انا غادي ندير الملح، كل واحد يدير الملح على اللي يكفيه. ندير شويه البزار، غادي نزيد شويه نتاع الفخوماج محكوك، ونزيد شويه القزبر والمعدنوس، ومن بعد نتلاقاو في الطبق النهائي ديالنا اللي كيوجد في الساع في الساع في الساع، وكيشهي زين، كتجي سلطه بارده منعشه. ونتلاقاو في الشكل النهائي
نتمنى ان شاء الله باش تتبعوا معايا ونتلاقاو ان شاء الله في شكل نهائي. من بعد غادي نزيد كما قلت لكم القزبر والمعدنوس والفخوماج محكوك، واللي عنده اي حاجه يعني تشهاها وبغى يزيدها يقدر يزيدها في هذه السلطه هذه. وملي كما اقترحت عليكم هذيك السلطه بارده كما شفتوا بلي بات، يعني بغيت في نفس الوقت نقترح عليكم واحد العصير اللي انا صراحه من عشاق هذا العصير هذا. وكما قلت لكم نحاولوا اننا ناكلوا الفواكه والخضروات وسيرتو الفواكه نتاع الموسم اللي يعني كيكون وقتها صراحه راه ما شاء الله يعني في اي بلاد سيرتو في بلادنا الله يخلينا يا ربي بلادنا ان شاء الله صراحه كاين الفواكه والخضروات بجميع انواعها وماشي بثمن اللي غالي بزاف بالنسبه لهنا في يعني في اوروبا. حتى حنا الحمد لله يعني كاين هذاك الشيء ولكن ماشي كيما البنه اللي كتكون في الفواكه والخضر والحوايج نتاع بلادنا ما عمرو ما يعني ما غادي نصيبو بحالهم. العناصر نتاع هذا العصير هذا عندي درت جي دورونج يعني عصرت التشين او ليمون، وعندي واحد الجزاره اللي المهم نتوما شوفوا على حسب لا كونتيتي ديالكم، انا درت غير وحده وغادي نخلي فيها شويه هذاك الماء ديالها باش العصير ديالنا ما يجيش ثقيل. عندي جوج نتاع الخوخات الخوخ، وعندي ثلاثه نتاع المشماشات المشماش، عندي ساشي سكر فاني بحال هذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا كيواتي يعني كيولم هذا المذاق بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي عندهم رايبي جميله صراحه الا بغاو يخلطوا معه حتى هو كيجي جد رائع كيجي زوين بزاف. انا يسبق درته يعني برايبي جميله كان عندي باقي واحد البارح شربته، ولكن صراحه انا بغيتو اليوم يعني هكذا صراحه كيجي زين سواء برايبي ولا بلا رايبي كيجي زين. وكما قلت لكم بالنسبه لسميتو الفواكه من الاحسن ديروا الخوخ والمشمش يعني كيتواتى بزاف مع المذاق نتاع الليمون او الاخر التشين والجزر والسكر على حسب الخليط يعني على حسب اسمحوا لي على حسب المذاق. الناس كاين اللي ما كيشربوش السكر ومن الاحسن يعني فواكه راه حلوه ما عندنا علاش غادي نزيدوا السكر. انا غادي نزيد غير واحد شويه كما راكم تشوفوا عندي هنا السكر الاسمر او السكر البني. مهم انا غادي نطحن هذوك الفواكه وهذاك الجزر او خيزو مع العصير ديالنا ونتلاقاو في الشكل النهائي تاع العصير. العصير ديالي ها هو وجد كما شفتوا طحنته، وصراحه ما فيش يعني شي حاجه اللي ماشي زينه صراحه غير حويجات اللي زينين ومفيدين للصحه. كما قلت لكم ونعاود لكم نولفوا وليداتنا انهم ياكلوا الفواكه وسيرتو يعني الفواكه اللي يكون وقتهم يعني يكون كما نقولوا نتاع الموسم. كما قلت لكم هذا العصير خصو يتشرب بارد مع هذا الصهد هذا صراحه ما غاديش تندموا الا جربتوه. نتمنى باش يعجبوكم هادو الزوج وصفات ان شاء الله تجربوهم. هذه هي السلطه ديالي بعد ما خلطتها خليوها تبرد مزيان باش تجيكم منعشه سيرتو في هذه السخانه هذه. مهم زينتها بشرائح نتاع السيترون بصراحه كنت باغي نزيد فوقها لافوكا ولكن ما بقات ليش حتى هي. شامبينيون ما عنديش يعني ما كنتش معوله انني غادي نديرها حتى يعني جات بخاطري درتها غير على غفله. شويه نتاع الزيتون الاسود الفرماج اللي درت قطع كيبقى مرصويات هكذاك شويه يعني ملي كتبرد حتى هو كيبرد. الفرماج محكوك حتى هو وكما قلت لكم ماشي من الضروره انكم غادي ديروا فيها الكروفات وديروا فيها السوغيمي او الكوغايا تقدروا تبدلوها باي حاجه شرائح الدجاج الابيض ولا حتى السوسيسون ولا الكاشير. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوا هذه الوصفه اللي سهله جدا وجد لذيذه. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي عليكم بغيكم بزاف.